السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صباح الخير. اليوم الفيديو مالتنا يتكلم عن نبتة جميلة جدا، وهي نبتة ظلية تصاحب أكثر البيوت، نبات داخلي جميل، وهو نبات الزامبيا أو الزامية. يعني مو تسمية مو مهم، يعني إذا تسمعون واحد يقولكم الزامبيا بالباء صحيح، بدون الباء هم صحيح، بس أنا أحب أسميها بالباء. هاي النبتة الجميلة إذا تشوفوها يعني من أجمل النباتات وأقواها اللي ممكن تقتنوها داخل البيت، خاصة للمبتدئين، للي يسافرون هواية، للي ينسون زرعهم هواية، للي ما يعرفون شلون يعتنون بالنباتات، يعني معلوماتهم قليلة. يعني تنفع الناس اللي ما عندها إضاءة قوية داخل البيت، دائما جو بيتهم يعني ما يعني للفي، يعني اكو بيوت هي هاد او شوية ضواها كلش قليل، فما يحرمون نفسهم، لان نبتة الزامبيا حلت لهم هاي المشكلة. هذا النبات الجميل اللي هو يبلغ ارتفاعه بعض الأحيان إلى 50 سنتيمتر، ويعني تطلع درناته ويكثر لحد ما أنتوا يعني تملون من عنده. إيش قد ما تكبرون السندانة هو يكثر. أوراقه شمعية يعني تلمع كأنما تعكس الضوء عليها، إذا تشوفون شلون تعكس الضوء، شوفوا سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. صلى على النبي واذكروا الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يعني نبات جميل جدا. وهذا النبات الجميل أكو من عنده لونين، اللون الأخضر، هذا اللون الأخضر، أكو من عنده اللون يعني هو الأخضر لكن الداكن، يعني نسميه الزامبيا السوداء، أيضا ذاك لون جميل ونادر جدا إذا تقتنونه. هاي النبات الزامبيا الجميل يعيش برا، بس مو بالشمس، أشعة شمس مباشرة لا يموت يحترق، لازم إضاءة قوية بدون أشعة شمس، ويعيش داخل البيوت على إضاءة المصابيح، خلينا نقول بالبيت. يعني هو نبات كلش حلو وقوي ومريح، خلينا نقول ازرعه وانساه وزين بيتك بيه، أي زاوية من بيتك. مفيد جدا، يسحب الغازات السامة من البيت، يعني ينقي جو البيت من كل الغازات السامة. هو أصلا شكله حلو، بالأخص إذا شوية دخلوا له ديكورات بعد يصير أحلى. هذا النبات الجميل كل شي ما يريد، بس لا تنطي مي، يعني العدو ماله المي. يعني هسه هاي أنا النبتة مالتي أسقيها مرتين بالشهر، وإذا كلش كلش حارة يعني خلينا نقول 3 مرات، وحسب الجو اللي أنت حاطة بيه. إذا الجو بالغرفة مالتك كان رطب وبارد خلص، يمكن مرتين مرة بالشهر يلا يحتاج مي. وإذا يعني النبتة محطوطة بمكان داخل البيت لكنه حار وجاف مثلا المطبخ، لا أسقي أكثر من مرة بالشهر، مثلا 3 مرات هيجي. أو دائما أنتوا قياسكم إيديكم، تخلون إيديكم بالتربة بيها رطوبة لا تسقون، جافة جافة تماما اسقوا، لأن هذا النبات جذوره عبارة عن درنات تشبه البطاطا عينا. هسه أنا لو طلع لكم وصل تشوفوها عبك تقولون بتيتي، سبحان الله. هاي الجذور تحتفظ بالكثير من الماء، فأي زيادة بالري راح يسبب تعفن. هو هذا عدو الأول والوحيد لنبتة الزامبيا، باقي آفات ما آفات سبحان الله ما تصير بيها. نبتة قوية يعني سبحان الله العظيم، لا تلزمون الورقة مالتها عبالك نايلون، هالقد ما قوية، كأنما نبات صناعي يعني حاطين بالبيت. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. إذا هسه حكينا على الموقع، شنو تريد هي؟ تريد إضاءة قوية بدون أشعة شمس. ما عندك إضاءة قوية، عندك مصباح مال البيت أيضا يصير.
مصباحك تحسه بعيد عنها وقليل، استعيني ببعض النشرات الصغيرة مثل هسه. أني يمكن هسه تشوفون تقولون هاي أوفر، إيش قد حاطة وهاي، لا أني حاطة دا أعطيكم فكرة، خو أني ما حاطة هالقد عليها يعني دا أعطيكم فكرة. هاي النشرات الكهربائية الصغيرة أيضا تعطيها بعض الضوء، يعني هم الزين وهم تعطيها بعض الضوء، هنا مال ورد وهنا التعسوقات الجميلة، بعض الديكورات. طبعا أنا ما أحط هاي الأشياء كلها، أنا دا أحطها أثناء التصوير حتى أعطيكم فكرة. أو حتى أكو مصابيح على منضدي، يعني مصابيح منضدي إذا كان يعني الغرفة اللي حاطيها بيها جدا مظلمة، خلي المصباح المنضدي قريب من عندها وبس، كل شيء ما تريد. سقي منتظم عند جفاف التربة تماما 2 إلى 3 مرات بالشهر، كلش كافي. إذا الغرفة كلش حارة بالأسبوع مرة، أنا أتكلم عن الصيف، إنما بالشتاء لا أبد لا تسقوها إلا تشوفوها جافة تماما، لأن العدو الأول الوحيد عليها تعفن، تعفن جذورها تخسرون النبتة. هذا بالنسبة لموقعها. نجي نحكي على تربتها. تربتها شقد ما تخلوها هالشي أفضل، يعني هنا هسه شوفوا حتى باعوا حتى الحصو احط له، حتى من اسقيها الحصي ينطر طوبة عليها زين. تربتها هالشي، هاي من اوراق يعني انا من اشتريتها بها اوراق نباتات واشجار، تربة جدا خفيفة بحيث اخلي المي منها ينزل منها، يعني السندانة مالها لازم تكون جيدة التصريف. انا من اجيبها من سندانة من المشتل، هم حاطين لها سندانة جيدة التصريف، هذا لو اطلع لكم اياها يعني كلها ثقوب، تحط المي منها ينزل منها. بس انت اذا جبتها للبيت وردت تزرعها لازم تخلي ببالك انه تكون السندانة او الاصيص مثقب ايش قد ما تقدر ثقبه، سواء كان فخار او كان بلاستيك. اني هاي السندانة حقيقة هاي جرة عجبتني احط بيها، لكن هاي ما بيها ثقوب. زين اني شو اسوي، حطيت تحت بالاسفل عازل بينها وبين النبتة، يا اما قطع حجارة يا اما قطع حصو يا اما قطع بلاستيك ترفعها للاعلى، تكون يعني بينها بين النبتة وبين السندانة اللي انت اختارتها. يعني اذا عجبتكم سندانة وما بيها ثقب عادي تقدرون تخلون بس منطقة حاجزة بين النبات وبين السندانة. زين صلى على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. نجي على معلومات اخرى، خلي شويه واخر من العصافير، احس النبات ما بقى شكله بس عصافير. زين هسه انا وخرت العصافير ووخرت التعسوقات، بقيت بس دول العصفورين حتى احكيكم عن تربتها. شوفوا تربتها شلون هالشي، وتخلون حصى داير ما دايره، اي نوع من الحصى، هيك حصى من الشارع جيبوه غسلوه نظيف وخلوه داير ما دايره، حتى من تسقوها ويتبخر الماء هاي يصير رطوبة، الحصى يحتفظ بالرطوبة أو يعكس الرطوبة على النبات. نجي على الري، حكينا الموقع، حكينا الري كلش قليل. نحكي عن التسميد، هذا النبات الجميل والله ما يحتاج في شيء، بس بعض الأحيان يجي ضعيف فش نسمده. شلون نسمده؟ إذا تشوفون هسه هاي الأوراق هي لونها يعني باهت، أخضر باهت والعروق خضراء، يعني عندها نقص حديد، مو كلش لكنه عندها نقص حديد، لأن تربتها ضعيفة بصراحة. تربتها عبارة عن أوراق أشجار وبعض الألياف، تربة كلش قليلة. فنسمدها بسماد الحديد وعشرينات مرة بالشهر، ملعقة ممسوحة، ملعقة شاي ممسوحة على لتر ماي ومرة بالشهر. هسه أنا أشوفكم وأسمد قدامكم. طبعا هذا السماد، سماد الحديد عندنا والـ20-20 متعادل. راح نخلي هاي الماي، تشوفون هذا نص لتر، فراح أخلي نصف ملعقة شاي ممسوحة على هذا نصف اللتر، وأيضا هذا نصف اللتر ما نستخدمه يعني خلي تروح الطيارة. طبعا هاي نصف ملعقة شاي
من سماد الأمريكي، وبقدها نخلي حديد، وأشوفكم شلون نسقي نبتة الزامبي حتى نعالج هذا نقص الحديد اللي بيها. وهذا أيضا نصف ملعقة شاي ممسوحة من الحديد، وأيضا نخليها بنفس الكأس ويا سماد العشرينات. عادي تدمجون اثنين سوا، عادي سماد العشرينات والحديد، ونخضه بأي قطعة خشب. بسم الله، نخضه زين زين زين، حلو حلو. ملعقة قطعة، أنا دائما يعني السماد يعني أخبطه بعودة، يعني قطعة خشب، قصبة، أي شيء، المهم مو في شيء يعني حديد أو هاي، تحرين عادي حتى لو ملعقة يعني حديد. هسه هذا صار عندنا سماد حديد وسماد MBK 2020. هذا الكمية نصف لتر مي، لأنه ما عندي هواي نباتات تحتاج، يعني أنا سمدتها قبل فترة، خبرتكم أنه يعني ما نسمد بشهر السابع، لكنه أني يعني مسمدة ما شاء الله الحديقة كلها من شهر السادس الحمد لله والشكر، ومسوية فيديو إذا تريدون يعني أنزل لكم إياه، بس حسيت يعني أكو بعض المشاكل بالصوت الموبايل، ما أعرف شنو المشكلة، إن الله وإنا إليه راجعون، إن شاء الله تصير زينة، وإن شاء الله هذا الفيديو يكون صوت بي واضح. وصلوا على النبي، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. زين، إحنا قلنا لتر ماء اللي هي ملعقة شاي ممسوحة من سماد 2020 وسماد الحديد. ليش؟ لأن هاي النبتة عندنا مشكلة بالنقص الحديد. شلون تعرفون مشكلة نقص الحديد؟ الورقة تكون مائلة للصفار صفراء، والعروق خضراء. أنا أحكي عن النموات الجديدة، إنما القديمة شوفوا ما بيها كل عيب، النبات أخضر. شلون تعرفون نقص الحديد؟ من الفروع الجديدة، وهاي فروع جديدة طلعت بيها. وصلى على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شلون نسمد هذا النبات؟ شلون ننطي هذا السماد؟ ننطي يعني هاي السندانة كلها وهذا الزرع استكان كافي، مو كل الكمية مال نص لتر، لا، استكان كافي من هاي الكمية مرة بالشهر، يعني تسميد قليل مرات أكثر أفضل ما تسمدون كمية هواي ومرات قليلة أو مرة واحدة، يعني تجهدون النبات تعبوا، حتى لو كان هو بالداخل وبالبرودة عايش وهاي، لا ما نسمده يعني قبل، فأسمده وأرجع لكم. دائما سموا بالله وصلوا على النبي لما تشتغلون ويا نباتاتكم. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شوفوا الكمية اللي خليتها، ربع هاي يعني اللتر. هاي بالنسبة للتسميد بالسقي. أما إذا كنتوا تريدون تسمدوها يعني النبات تسمدوه بالرش يعني على الأوراق، هو شيء جيد وينطي نتائج فعالة بسرعة إذا يعني رشيتوه على الأوراق السماد، لكنه تخففوا يعني ضعف هاي الكمية. شلون يعني ضعف هاي الكمية؟ إحنا قلنا ملعقة شاي ممسوحة على لتر ماء، هاي بالنسبة للسقي. أما إذا تريدون ترشون يعني تخلون السماد بعبوة تبخون تبخو بخ على الأوراق مباشرة، فتخلون ملعقة شاي ممسوحة على 2 لتر ماء، 2 لتر ماء حتى لا تحترق الأوراق. أيضا 2020 حديد أنتو حرين، وترشوه على النبات. زين عيني، هاي خلصنا بالنسبة للسقي والموقع والتسميد. يعني أسا هاي العبوة اللي بيها سماد، أنا نفسها أخذها أضعف لها المي وأجي شو أسوي؟ أرش على النبات. زين، وإذا تخافون لا تأذون النبات أو يعني يتأذى من السماد، مو مشكلة، خلوكم على السقي مرة بالشهر وبالكمية المحددة إليه، لكنه يعني الشيء المهم انه دائما لازم ترطبون النبات. الزامبي يحب الترطيب، حصوا بالاسفل اي نوع من الحصو، يا رب من الشارع من الحديقه، حصوا الوان انتم حرين. زين، الديكور والبخ دائما، هسه انا حاطه هاي البخاخه يمها رايحه جايه، شنو ابخ عليه؟ ضاعوا، شوفوا شلون يحب الترطيب، ضاعوا
تنتعش تنتعش يعني تطلع نواة جديدة بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إذا تشوفون شلون ليش شلون طلع نواة لكن بها ضعف نقص الحديد، لأن تربتها مو غنية، تربتها بس مجرد من أوراق الأشجار وخلص. زين إذا كبرت الزامبيا يعني تتغيرون السندانة مالتها، أنصحكم أنه ما تغيروها لحد ما يعني تنترس فروع، بحيث يجي تلزمون السندانة تحسوها قوية قوية من جذورها دائر مدائر، أو بعض الأحيان تنفطر السندانة أو تطلع جذورها من الأسفل. بهاي الحالات غيروها، يعني إذا قبضت الجذور حسيتوها قوية، إذا توقف نمو النبات، إذا طلعت جذور من الأسفل. أنا هسه حاطة مسافة بهاي الجرة الحجر، شوفوا هاي الفخارية حاطة مسافة بين السندانة وقعر الجرة، فمن تطلع الجذور أنا راح أعرف هي محتاجة لتغيير السندانة. إذا غيرتوها شلون راح تغيروها؟ شنو نوع التربة؟ هسه أشوفكم التربة، هاي التربة برلايت وبتموس. إذا حبيتوا بيوم تغيرون تربتها أو احتاجت تغيير التربة مالتها، لازم هالشي 50% برلايت 50% برلايت و50% بتموس. والبرلايت مو البرلايت الناعم اللي هذا نستخدمه يعني بعض النباتات الجذورها تكون يعني خلينا نقول يعني رفيعة مثل الشعر، لا هاي جذورها بطن يعني مثل البوتيتة درنات، فدائما تختاروا لها البرلايت المحبب. هذا البرلايت المحبب يعني النوع الخشن، يعني تشترون من المشتل أو المكتب الزراعي يقول لهم أريد البرلايت المحبب يعني صير خشن. هسه ها شوفوا حتى تعرفون شو تشترون، تشبه الحجار الصغار، هو أصلا هذا حجر بركاني وبتموس. تخلطون 50% برلايت و50% بتموس، وتجيبون سندانة جيدة التصريف، جيدة التصريف بمعنى الكلمة، لأنه هذا العدو ماله المي. تخسرون النبات هذا الجميل القوي الصبور بس لأنه يتعفن جذوره. تخبطوه حلو حلو، تغيرون السندانة وتسمون بالله وصلون على النبي وتسقون أول مرة ريا غمر وبس. هذا لحد الآن الموقع والسقي والتسميد والتربة عن نبات الزامبيا أو الزامية. نتكلم عن التكاثر. شوفوا أخوان أحكي لكم الصدق، أنا يعني أنا أريدكم تستفادون مثلي، يعني أنا عدة تجارب سويت على هذا النبات تعطيكم الخلاصة. هذا النبات الجميل لا تكاثروا أول ما تجيبوه، يعني استمتعوا به، ترى والله التكاثر مو شيء مهم. تدرون شو وقت تكاثروا؟ لما هاي السندانة عندي هسه أنا كلها تنترس أغصان مال الزامبيا، بعد الطق روحها بعد ماكو مجال، فأجي يا أما أغيرها بسندانة ثانية أكبر يا أما أكاثرها. شلون أكاثرها؟ أجمل وأضمن طريقة لتكاثر الزامبيا ومضمونة بإذن الله 100% هو التكاثر بالتفصيص. يعني أنتوا شنو التفصيص؟ يعني هسه أنتوا هسه هذا النبات لو أطلع لكم إياه من السندانة راح تشوفون كل غصن، هذا شوف كل غصن، هاي 1 2 3 4 5 6 7 اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كل غصن من هاي من هذا النبات هو نبات بحد ذاته، يعني ما مرتبط بالنبتة الثانية، بي جذر واحدة بي درنة واحدة مثل البوتيتة هي تغذي. يعني هذا هسه كل صح مجموعات سوا لكنها كل واحدة من عدن هي منفصلة عن الثانية. فمن تجي انت تريد تكاثر صار عندك هواية بالسندانة او عجبك تكاثر اكثر من نبات، بالتفصيص افتح السندانة بس اخذ كل غصن هو وجذرة واحدة واروح ازرعه. يعني هاي الطريقة مضمونة 100% ان شاء الله. الطريقة الثانية هي طريقة العقل، كلنا نعرفها، نقطع عقلة نانة، نزيل الاوراق من عدها، نجيب تربة خفيفة بتموس برلايت ونخليها بالتربة ونسمي بسم الله ونصلي على النبي ونسقيها ونتركها، نراعيها بالسقي، ننظم السقي لحين ما تنبت عندنا وتصير شجرة جديدة. الطريقة الثالثة اللي هي طويلة الأمد بحيث تبزع، يعني تكره النبتة الزامبيا يعني من تسويها، هاي يعتمدوها يعني يعتمدوها بالمشاتل بعض الأحيان، يعني اللي خلينا نقول يعني اللي هم عندهم عمالة أو يعني السيستم مالتهم هالشكل، يسوون نباتات كثيرة من أبسط أجزاء من النبات حتى يعني اقتصاديا يصرف لهم. فهو التكاثر بالورقة، هاي الورقة
تشلعوها هي والعود الصغير البي هذا النهاية، يعني للنهاية تقصوها وتخلوها بالتربة وتراعوها بالسقيل. حين ما تطلع جذور، أول ما تطلع جذور صغير بعدين تصير مثل البوتية الدعبلة، بعدين هاي الدعبلة تكبر وتكبر وتكبر، وبعدين تطلع يعني برعم، وهذا البرعم يكبر عود تصير عندكم نبات. يعني شغلة يعني أنا مسويتها مملة صراحة، يعني تفقد المتعة بعد ما ترد، يعني ما تستمتع أصلا بتكاثرها، لأنه يعني ظل تنتظرها يعني 9 أشهر، يعني قابل دي يجي طفل أكثر، يعني هواي هواي أشهر تستمر هاي الطريقة. زين، وأكو بعض يعني طريقة يعني ثانية أنا هم أحبها يعني ومجربتها ومسويتها، أنه التجذير بالماء. أخذ عقلة أخليها بالمي، لكنه المي تبدون تغيروه كل يوم. يعني أنا دي أحكيلكم الصدق، حتى كل معلومة كل سؤال ببالكم عن هذا النبات الجميل بعد ما يحتاج تسألون أحد أو تشوفون فيديو ثاني، من هذا الفيديو راح تعرفون كل المعلومات. وأرجو أنه تدعموني بقناتي، قناتي على اليوتيوب قناة فلفل وقرنفل. أرجو أن تدعموني باللايك والاشتراك، أرجو أن تشاركون الفيديو مع أكثر عدد من أصدقائكم وأهلكم حتى الجميع يستفاد وجميع يقتني هاي النبتة الجميلة. أرجو أن تدعموني حتى أستمر وياكم، وأنا أشكركم على كل تعليقاتكم اللطيفة، شكرا جزيلا. وأسفة إذا بعض الأحيان يكون الفيديو برداء بالصوت أو هاي، أنا تلفوني على قد حالي. والحمد لله والشكر، واللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فنرجع للنبات، انه تقدرون تقصون عقله وتجذروها بالمي، شكلها يصير حلو. المي البوتيتاي يعني جذره مثل البوتيتاي مبين بالمي، فشكلها يصير كلش حلو كيوت، لكنه كتكاثر يعني انصحكم بالتفصيص او بالعقل. لكن انا هسه يمكن هاي بعد سنتين ما كاثرها، يعني بشكل عام بشكل عام نبتة الزامبيا ما تحتاج تبديل سندانة الا بالسنة مرة. طبعا الحمام خبرني، يعني أنا هسه دا أصور، أنتوا ليش ما تروحون منه؟ روحوا كلوا حاطط لكم أكل. زين، تقريبا تحتاج تبديل، يعني تبديل سندانة مرة بالسنة. أنا اليوم صورت بشكل يعني عمودي ومو هالكد حلو يطلع بالتصوير، لكنه حتى أعتقد الصوت يكون أفضل. في هاي طرق تكاثرها، وانتوا اختاروا الافضل لكم، اختاروا الشيء اللي لائمكم والشيء اللي تتحملوه. يعني هل تتحملون عدد اشهر تطلع لكم فد ورقه صغيره يعني فيها جذر او عقله، او تفصصون؟ والله يا اخوان لا تلتهون بالتكاثر، يعني بتكاثر النباتات، يعني استمتعوا بالعدكم، استمتعوا. اني يعني احس باي واحد يحب يكاثر وهاي دائما، بس يعني لان انا جنت هيجي بعدين عرفت انه المتعة، بس انا يعني اكاثر لاسباب خاصة بي، دائما احب اكاثر ايدي بالزرع. لكنه بشكل عام يعني اللي يجيب النبات للمتعة خليه يستمتع به، لا يظل يكاثر به، يستمتع بالموجود. يحاول اذا عجبه كل شيء يقتني نبتة ثانية، يحاول انه طبعا اذا يريد يكاثر. يعني هاي المعلومة ايضا مهمة، انه التكاثر يبدا عندكم من الشهر الرابع، مو كل اشهر السنه تتكاثرون، من الرابع للثامن بعد خلص تتكاثرون. زين، هاي افضل اشهر، يعني اذا تريد تكاثرون كاثروا باي وقت من السنه، لكن افضل اشهر تكاثر هي من الرابع لغايه شهر الثامن. يعني عندكم 3 أشهر هي جيده لتكاثر نبته الزامبيا. وهاي كل المعلومات، تربه خفيفه، برلايت وبتموس اذا تغيروها، السقع عند جفاف التربة تماما مرة إلى مرتين بالشهر، الموقع إضاءة بدون أشعة شمس إذا كانت برا، وإذا داخل أيضا تعيش على ضوء المصباح. إذا شفت المكان مظلم فد إضاءة يعني بسيطة من النشرات أيضا تساعدها. التسميد مرة بالشهر بكميات قليلة. حديد تحتاجه إذا شفتوا هاي الأعراض، الورقة صفراء والعروق خضراء، هذا يعني يندمج على قاعدة على كل النباتات. النبتة تتأخر، يلا تنمو، يعني مو تتأخر، نبتة بطيئة النمو فأصبر عليها. أوراقها شمعية جميلة كأنما تعكس ضوء الشمس، ضوء المصباح، أي ضوء يسقط عليها تعكسه. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. أرجو أن تدعموني على قناتي، قناتي على اليوتيوب فلفل وقرنفل. دائما اذكروا الله، ازرعوا بالسماء مثل ما تزرعون بالأرض، ذكر الله وغرز الجنة، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.
ودائما صلوا على النبي تفلحون. شكرا جزيلا لكم وربي يسعدكم. أرجو أن يكون استمتعتوا بهذا الفيديو واستفاديتوا من عنده. شكرا جزيلا لكم. أي سؤال عن هذا النبات أنا حاضرة، عن تكاثرة، عن تسميدة، عن سقية، العناية به، اسألوا بالتعليقات وأنا أجاوبكم. وشكرا جزيلا لكم وربي يسعدكم. أرجو أن يكون الفيديو مو طويل وممل لكم. وشكرا جزيلا.